العري أو الجسد العاري، تروسيان في الجاب سنتر. الجسد المرأة في لحظات تعبيرية مختلفة، حوار الجسد الأنثوي مع ذاته ومع هذا العالم. الجسد أداتنا الأساسية لترجمة التعبير والحس وتأكيد حضورنا في هذا الكون. تروسيان والعاريات بالخطوط وبالعربي مكسر. هالوقت بالذات مثل ما نحن بنفهم هالوقت هذا بالمرحلة اللي عم نعيش فيها نحن اليوم بالوقت الحاضر، غريب شوي انك ترسم عاريات. ليش عم ترسم عاريات؟ بالنسبة لي مش غريب ابدا، لانه هلا حياتنا حاليا بلبنان مش مثل ايام الحرب. صار بحياتنا عدة اشياء غيروا، صار هدوء اكثر، ومثل كانه عم نرجع للحياة، يعني الحب الفرح. وهيدي بدون الكونسيان، يعني هيدي عم بصير بشكل لواعي. وابدا الرسام ما بيقول لحاله انه بده يعمل شيء حلو، لذلك الشيء اللي عملت أنا أبدا الشيء اللي عملت أنا بدون هال معروفية، بدون المعرفة مسبقة، يعني أيوة يعني مرسي أحلى الكلمات أنت عم تقولون. فإذا أنتوا عم تشوفوا أنه هيدي غريب هالموضوع بهالأيام، بس بالنسبة لي لا، هيك لازم كان يصير وهيك صار. بفتكر انه بهالمعرض، مع هالمعرض اذا في شيء جديد، اذا في شيء بهم الجمهور، انا ساعتها بفهم بعرف بسمع، لانه انا بحب اسمع الجمهور. ما فيني اقرر هاي كويس ولا لا، هاي منيح. طيب بالنسبه للموضوع ما فيك تقرر شوي مسبقا؟ مش بالنسبه لانطباع الجمهور، فإذا بالنسبة كشكل كموضوع تم بشكل عام. أكيد هيدي الشيء اللي أنا يمكن بروحي هيدي موجود، وبشكل دايما مش بشكل لواعي، يعني بشكل لواعي، يعني لو ما حبيت هالشكل هالموضوع كيف كان بدي أرسم؟ فإذا في موجود بالبوفون، يعني عندك بوفون موجود هالحب بالنسبة للموضوع. طيب إذا بدنا نفسر شوي هاللوحات، كأنه هالعاريات هن مثل ملجأ أنا بشوفهم، يعني رغم أنك أنت هلأ شوي حكيت عن فرح الوجود جو دو فيف وكذا، ملجأ مثل كأنه واحد زد حاله بهالبيت اللي هو الجسد الأنثوي لوكور فيمينا، يعني عم بيرجع يكتشفه كأنه مرة تانية أو شيء من هالنوع. مش مرة تانية بس عدة مرات، لأنه هالست مثل كأنه أنا جبت البيت بالخيال أكيد، وعطيت كل الحركات اللزوم، وأنت بتحس أنه أنا هني بالملجأ، بالفعل أنا بالملجأ مع الجسد يلي كل مرة وقت اللي أنا عم برسم عم ياخد تشكيل الفورم جديد، وكل فورم جديد
عم بصير عم تشوفوا فزاعة. إذا عم بنجح بالنسبة لي هيدي شيء كبير. بس أكثر شيء عم بسقط. عم بسقط كثير وعم بخزو. وقت هالحركة ما زبط معي، هالرسم ما زبط معي، بدي أخزو. بلش عادة من أي محل بضربة القلب؟ أنا بعرف أنه كل ما مرة ببلش أكيد ببلش بالرأس. وقت ظهر تعبير الرأس، تعبير الوجه، ونفس الوقت أنا بشوف أنه شو الحركة تبع الجسد. ونفس الوقت كمان بشوف نفسية الجسم. بعرف انه شو بهالحركة في شيء، مثلا راسه او عيونه عم شوف العرض هونيك، مثل كأنه في خفر عند المرأة. عادة بالرسوم عندي انا فيها الخفر يعني، مع انه بشكل ظاهر بجوز من المرات القليلة اللي منشوف فيها عارية هون بالبلد. نعم. في بعض الاعضاء الجنسية بارزة عندها. انت بعدك مصر انك عم ترسم حتى لو هيك بخفر، كيف عم تشوف؟ لانه ما في شيء عندي انا بالفعل بفتكر، يعني ما في شيء من برة الخفر. بأفكاري دائما موجود مرة بحل شيء حلو يلي اسمه خفر. كل حركة بتعمل هي موجود هالتعبير، ويمكن أنا بحب المرة بهالمرحلة. كأنك عم تحاول تشوفها مثل ما هي بدها تشوف حالها. هيدي اكيد، هيدي كتير صعب يعني. انا بدي هاي بس كتير كتير صعب يعني. انسان عم نجرب، بس يمكن ربنا كمان ما بيقدر يفهم الافكار المرأة او تعبير او نفسية المرأة اللي هي مثل غورة الارضية يعني، ما في اسرار هونيك. بس نحن نتخيل انه المرأة بهالبوز بهالشكل رح تكون كتير حلو. يمكن مش هي عم تفتكر هيك. هيدي أفكارنا، ونحن عم نعطي أفكارنا لهالموديل لهالأمرأة. طيب بالنسبة للفون للخلفية في بعض اللوحات عندك كأنهم مشغولين، وفي بعض اللوحات كأنهم ما بيحتاجوا لفون نعم يركزون أو شيء من هذا. في رسوم بالخط هي الهدف عندي أنا، خط. بس أوقات بحس أنه في حاجة آتي كم ضربات بالخلفية، ضربات قلم أو ضربات باستيل. أكثر شيء هلا حاليا باستيل، لأنه يعني كل العمل ركز على الباستيل. فإذا ما فيني فسرك ليش، بس بحس أوقات وقت اللي عم برسم أنه هالرسم حاجة هالضربات اللي عم بيجي وعم بتركز وعم بيعطي أهمية الشكل.
بيعطي الصورة الأمامية يعني الأرولياف. أيوة هذه يعني تيسهر أكثر يثبت. بس أوقات مش أوقات هدف بالرسم خط واحد وبيكفي، لأنه نحن مش عم ننجح يمكن دايما ترجع بتدعمها بشي تاني يعني. عم نعبي الصورة بضربات بشفطات. هي ضدك كرسان لو ضدي، بس هيدا حقيقة. حلو الاعتراف ان الكل فنان بده يكون هيدي هيك، بس اكيد كل واحد بيحكي حسب ما هو بيفتكر او بحس. طيب الصورة عندك هيك اوقات ما بتكمل يعني، اللي هي انقطش هونيك مثل الموسيقى مثلا اتود يعني مثل كأنه ضربة قلم و خلصنا، ما بقى حاجي ولا 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 نقطة. لأنه إذا كفينا الرسم وحطينا شي كم نقطة أو ضربة نزلنا الرسم. يعني بهالمعنى فينا نصنف فنك شوي بالإطار اللاواعي كليا، لأن في بعض الفنانين بيشتغلوا بشكل كتير دقيق وواعي ومنهج. وأنا من زمان دايما، لأنه كمان أنا بالتعليم ما فيني أسمح لحالي عمل شو ما كان. لو رسمت بالسرعة ومن فرد ضربي فرد شعور، بس بدال دايما هل تفكر انه انا دايما لازم اعمل شيء منيح